بيمارس معاهم الرذيلة جوه بيته وقدام مراته وبناته وابنه. لا كده تاخد امك واخواتك وتطلع بره. ويجي نغز ابوه اربع نغزات يموت الاب في الحال قدام مين؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. في بعض الاباء والامهات بيكون في عندهم تصرفات غريبة. يعني الاب النهاردة عمل شيء غريب، عمل شيء عجيب، عمل شيء في جرأة وافترى على نفسه وعلى زوجته وعلى اولاده، وبيفترى على ربنا، بيعمل المعصية وبيجهر بيه. وفي بعض السيدات ما بيفرقش معاهم اي حاجة. تعال نشوف اللي حصل في محافظة الدهلية مركز المنصورة، اكثر تحديدا مركز نبرو. اب عنده 57 سنة اسمه عبد الناصر، كان شغال في الخارج، وبعد مشاكل كورونا وجع القلب رجع قاعد في البيت. عنده مراته وعنده 3 بنات وعنده ولد اسمه محمد عنده 23 سنة. من ساعة ما رجع وهو قاعد في البيت واكل شارب نايم على حس مراته تطلع تشتغل وعلى حس ابنه محمد، ماشي مفيش مشكلة، رغم ان هو 57 يعتبر لسه شباب، لكن ابنه ربنا يخلوه له عنده 23 سنة بيطلع يشتغل وبيتعب وبيكد وبيرجع اخر اليوم باليومية بتاعته بيكفي بيته بيخلي ابوه مستريح، وهم مفيش مشاكل في ده كله عادي ماشي. عنده ولد بيخدمهم وبيصرف على البيت مفيش مشكلة. هنعتبر ان الاب عاجز، هنعتبر ان الاب مريض، هنعتبر ان الاب ميت. لكن الافتراء ان الاب من النوع المتصابي بيروح يجيب بنات بيمارس معهم الرذيلة جوه بيته وقدام مراته وبناته وابنه، ولو مراته اتكلمت ينزل فيها ضرب ويجي طارتها هي وولادها بما فيهم ابنه محمد اللي عنده 23 سنة، وحكم على ابنه محمد غير مصاريف البيت والاكل والشرب ليه والام ولاخواته، لا كمان يديله في ايده كل اسبوع 300 جنيه، لا كده تاخد امك واخواتك وتطلع بره. شفت الافتراء؟ ده اب، ده اب. وقبل كده مراته دخلت عليه لا تجيب واحده ساقطه بيمارس معاها الرذيله على سريرها، قالت له حرام عليك، يعني وانا مش موجوده بعمل نفسي اهو مش واخده بالي، لكن وانا موجوده في البيت تجيبها وتدخلها وتوكلها وتاخدها من ايدها قدام وتدخل بها اوضه النوم، انت ايه شيطان مش بنادم؟ قال لها لو مش عاجبك الباب يفوت جبل، اطلع بس خد ولادك معاك. وبعد ما ينتهي، المشكله مش في الراجل، المشكله في الست اللي هو جايبها بتدخل البيت معاه ويقعدوا ياكلوا معاه، واللي طبخه مين؟ مراته. وبعد كده بعد ما ياكلوا ويتغدوا ويشربوا الشاي ياخدها من ايدها قدام مراته وقدام ولاده يدخل بقى اوضه النوم على سرير مراته ام عياله ويمارس معاها الرذيله، وهي طالعه يديها 200 جنيه من فلوس ابنه اللي بيديها له مصروف كل اسبوع 300 جنيه بيصرفها الراجل على قله الادب قدام مراته وعياله. لغايه ما جه يوم الولد راجع فيه اخر النهار تعبان شجيان، راجل شغال على اكل عيشه، وفوجئ بالمنظر اللي هقول لكم عليه ده. بس قبل ما اقول لكم عليه بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحلقة. الابن راجع لقى امه قدام الباب بتعيط، مالك يا حاج؟ قالت له ما تدخلش يا ابني. ليه يا امي ما تدخلش ليه وانتوا وقاعدة في اخواتي في البرد ده ليه؟ قالت له امر ربنا يا ابني. خير يا حاج قاعد يدخل جوه الجوه بارد، ايه اللي مقعدك في الشارع كده واحنا داخلين على الساعة 7 8؟ قالت له امي ابوك جايب بنته ونايم معاها في الاوضه. لا حول ولا قوه الا بالله، ابويا مش هيبطل العاده دي يا امي، يعني ما بيتكسفش من ربنا وما بيتكسفش منا ومش محدش مالي عينه، بيجيب النسوان كده في عز وبيطلعكم بره البيت ويدخل اوضته. قالت له اعمل ايه يا ابني؟ ولو اتكلمت بيضربني وبيطردنا كلنا، وانا ما اقدرش اروح يا ابني بيت اهلي ولا بيت عمامي اقول لهم ايه؟ انت بقيت راجل واخواتك عرايس. الواد قال لها طب يا امي انا لازم يكون ليا وقفه مع ابوي. دخل خبط على الباب اوضه النوم، ابوه قال له عايز ايه؟ قال له عايز اكلمك يا بابا. قال لما خلص اطلع لك. قال له اطلع يا بابا. قال له مش هطلع يا قليل الادب. راح الواد فتح الباب ودخل، لا ابوه من غير هدوم ولا معاه الست الساقطه بدون ملابس. راح الاب وقام ضرب الولد محمد بالقلم على وشه. محمد طبعا بيقول تضربني
وكمان طارد امي وطارد اخواتي البنات وجايب واحدة مومس بفلوسي وشبايا اللي بتاخده مني كل اسبوع اتاوة، وانت قاعد لا شغل ولا مشغل وعواطلي، وانت المفروض اللي تصرف على اخواتي وعلى امي. سيبك مني انا اقدر اصرف على نفسي، لكن المفروض تصرف على امي وتصرف على اخواتي البنات وتعمل حساب ان هم بقوا عرايس، بدل ما انا اللي بصرف عليك وبديك مصروفك وفي الاخر بتجيب ستات سقط تنام معاها بفلوسي. الاب سمع كده وراح نزل في الواد ضرب الواد ما لقاش نفسه، ويجري على المطبخ ويجي بالسكينه ويجي نغز ابوه 4 نغزات، يموت الاب في الحال قدام مين؟ قدام الست الساقطه اللي كانت لبست هدومها وابتدت تيجي. راح الست امه او مرات الراجل ماسكه البنت ونزلوا فيها عجل لغايه ما جت الشرطه. جت الشرطه لقت الاب ميت على الارض بدون ملابس، ما هو اعوذ بالله مات على المعصيه، مات على المعصيه، هو عند ربنا وما يستحقه، مات على المحصية، مات وهو عريان في زنا. تخيلوا انتوا عارفين ان احنا هنبعث على زي ما كنا بنشرب خمرة هنقف قدام ربنا والكاس في ايدنا، بنصلي هنقف قدام ربنا واحنا راكعين ساجدين، كل واحد صوام بيقوم قدام ربنا صايم، كل واحد حسب ما يموت. تخيلوا ده هيقف قدام ربنا عريان كان بيزني، له عند الله ما يستحقه. فالمهم ايه اللي حصل يا محمد؟ قال دخلت لقيت ابويا جايب واحدة ساقطة ونايمة على سرير امي وبيمارس معاها، وامي طارتها بره هي واخواتي عقبال ما بيخلص وتطلع الست. بعد كده طلعت بقول له يا بابا ده غلط وخاف من ربنا، فوجئت ان ابويا تعدى عليا بالضرب وابتدى يشتمني بالفاظ نبية، فوجئت بعد كده بنفسي فقدت السيطرة فجبت السكينة وطعنته فمات. مثل الجريمة، سلم الاداة المستخدمة السكينة واعترف تفصيليا بجريمته. طبعا اتعرض الموضوع على حكم القضاء العادل، الام شهدت مع ابنها، اخواته شهدوا ان الاب كان سيء جدا، وكمان اخت القتيل اللي هي عمة محمد وقفت في المحكمة قالت اخويا كان سيء، اخويا كان وحش، كان ما بيخافش من ربنا وكان بيجيب نسوان من قبل ما بيتجوز، وبعد ما بيتجوز كنا بنشوف بعينيه وهو بيدخل الستات ويطرد ام العيال بره البيت، وبعد ما يخلص يرجعهم تاني، ولو مش عاجبها امهم او ام العيال او مراته يقول لها على بيت ابوك انت والعيال ما لكمش عنده عندي حاجه. وكان بياخد من ابنه محمد ايتاوة 300 جنيه في الاسبوع، لا كده لا ينزل ضربه في امه ويطردها بره هي واخواته. تخيلوا اخت القتيل، اخت القتيل اللي هي عمة محمد بتشهد مع محمد ان اخوها وحش وان اخوها زاني وان اخوها كان بيجيب ستات ساقطه ويديهم فلوس وانه لا شغل ولا مشغله وكان فرض ايتاوه على اولاده. طبعا القضاء العادل اللي بيحكم قبل ما بيحكم بالقانون في حاجه اسمها روح القانون، حكم على محمد ب5 سنين سجن. طبعا جريمه قتل كبيره، ابن يقتل ابوه، لكن الظرف مخفف، اب بيعاصي بالفجر، اب بيعاصي بالزنا، اب بيعاصي وبيعلن ان هو بيزني وبيجيب الست قدام مراته وقدام بناته الكبار العرايس وقدام ابنه ويدخل بقى اوضه النوم على سرير مراته. ايه الجبروت ده؟ له عند الله ما يستحقه. لكن هنقول ايه؟ دروس وعبر، ويا ريت نتعلم الدرس. ادي اخره المشي البطال زي ما شفنا. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرك.